طلاب المرحلة الثالثة، السلام عليكم. شلونكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله عطلة سعيدة. موضوعنا اليوم بالهيومن جينيتكس، الوراثة البشرية. هاي المحاضرة، أول محاضرة إن شاء الله من محاضرات الفصل الثاني. إحنا كملنا الفصل الأول، هسه هذا الفصل الثاني. محاضرة بسيطة كبداية، شوي حتى نجيبكم للفورم مال المحاضرات، ان شاء الله كلها سهله ماكو اشكال. موضوعنا هو اليوم جينيتيك كونسلنج، هو الاستشارات الوراثيه. هذا العنوان امامكم، وات از جينيتيك كونسلنج، ما هي الاستشارات الوراثيه؟ هي الميديكال ايدوكيشن، احتياديا الثقافه الطبيه تتاثر دائما من يكون الانديفيدجوالز، الافراد او بصوره عامه يعني، أو الشعوب بصورة عامة يعني، يهتمون أو يكونون دائما في تفكير وقلق حول موضوع الديسوردرز اللي يصير، الأشياء غير الصحيحة، طفرات أو غير طفرات اللي هي تكون متوارثة. أكيد كل واحد يخاف يعني من الزواج ويصير عنده أطفال، يخاف يجي هيجي، أو يعني الطفل يتوارث لأنه العائلة بها هذا الديسوردر أو هذا المرض الوراثي. يقوم بهاي العملية ما يسمون الجينيتكس كونسلرز، المستشارين الوراثيين. شنو هم ذولا؟ ذولا هيلث كير بروفيشنالز، ناس مؤهلين للعناية الصحية، وعندهم شهادات اختصاص أو درجات اختصاص بهذا الموضوع، وكذلك خبرة بالموضوع، بيش بالوراثة الطبية Medical Genetics وبالاستشارات. What do Genetics Counselors do؟ ماذا يعمل هذول المستشارين الوراثيين؟ Work as members of a healthcare team، يعملون كفريق محافظ على الصحة. كذلك assess the risk of genetic disorders by researching a person's family history and evaluating medical records. هم يساعدون يشوفون شنو، يحاولون يتحضرون عن الخطر، الريسك والخطر لأي حالة وراثية غير طبيعية يعني genetic disorder. شلون يعرفوها؟ by researching، انه يبحثون بالشخص المعني، الفاميلي مالته. شنو الفاميلي مالته؟ يعني الهيستوري مال الفاميلي اللي يعود لها الشخص اللي يعني جاي يستشيرهم. وكذلك يقومون ويقيمون evaluating، تقييم عملية السجلات الطبية لهذه العائلة. يعني يجي شخص مثلا على وشك أو صار أو قريب يتزوج او متزوج وراح يصير عنده طفل، فيجي يسال، واكو بعائلتهم بعض الديسوردرز جينيتيك ديسوردر، فيجي يسال ماذا يحصل او ماذا يحصل لي او شنو الاحتمالات لهذا الديسوردر يحصل. هذا بالدول بامريكا واوروبا هناك سجلات تسمى جينيتيك ريكورد لكل فاميلي، لكل عائله، فيراجعوها يشوفون انه هاي العائله كذا حسب المعلومات المتوفره عندهم، يراجعون شجره العائله يعني البيدجري. واحنا اخذنا موضوع البيدجري، شجره العائله لكل شخص موجوده، فيشوفون ويقيمون شنو امكانيه هذا انتقال هذا المرض للشخص اللي جاي يطلب استشاره. كذلك من واجبات ذول المستشارين الوراثيين provide support and information، يجهزون سبورت، تعزيز او تشجيع ومعلومات to help a person make a decision about testing، لكي يساعدون الشخص حتى يوصل الى قرار حول هل يسوي فحوصات لو ما يسوي، يعني القرار النهائي هو للشخص. فهم يوفروا له كل الحاله التاريخيه والعائله وهيجي والاحتمالات، ويقولوا له هو كيف. طبعا بعدين واجب اخر او عمل اخر interpret results of medical tests and data، هم interpret يعني ترجمه، هم يترجمون النتائج مع
معناها يحللون النتائج للاختبارات الطبية وللداتا اللي تجي اللي يحصلون عليها من الاختبارات. كذلك يقومون explain possible treatments، يشرحون العلاجات المحتملة أو العلاجات الوقائية زين للي للشخص. بعدين عندهم واجب آخر discuss productive options، يشرحوا له الاوبشنز، اوبشنز يعني الخيارات اللي امام الانجاب، يعني اذا ما متزوج مثلا بعد او سوهم الزوجه وبعد ما عندهم طفل عائله معينه رجل وزوجته، يقولوا له هذه الاحتمالات وهذه الخيارات اللي امامكم. يعني لو نفرض انه اكو ديس اوردر بهاي العائله واكو احتمال يجيهم الطفل هذا، يعني يجي بي مصاب، شوف شنو الحاله، يعني ينطوا الخيارات، اوبشنز يعني خيارات للانجاب. وين تو سي ا جينيتيك كونسلر، متى الوقت المناسب لرؤيه المستشار الوراثي؟ اكو احصائيه في امريكا انه اباوت 3% بيبيز اوف ذا بيبيز 3% من الاطفال يولدون وعندهم بيرث ديفكتس. ديفكتس يعني خلل، عندهم خلل بالولادة كل سنة. According to the US Centers for Disease Control and Prevention، يعني معلومات المراكز الأمراض والوقاية في أمريكا، وكذلك إيش بيهم دول، يعني هذه هي اللي نطت هذه الإحصائية من كل البيبيز اللي في أمريكا، يعني الأطفال اللي يولدون 3% منهم يولدون وعدهم defects. وكذلك عن التشوهات التي من الممكن أن تحصل بالولادات، يعني يولد وعنده تشوه اللي احنا نسميه تشوه خلقي، يعني من يختلق هو عنده هذا التشوه، واعتياد هذه التشوهات وراثية أسبابها كثيرة ومعظمها معروفة، يعني أسبابها the most common are also among the most treatable. وشنو إمكانيات، يعني شقد من الممكن من هذه من دول الأطفال اللي عندهم هيجي ديفكت أو هيجي تشوهات، شقد من الممكن treatable، يعني شقد منهم من الممكن علاجهم. The best time to seek genetic counseling، أحسن وقت لطلب استشارة وراثية is before becoming a pregnant، يعني المرأة أحسن وقت، العائلة إذا عندهم رجل وزوجته، أحسن وقت للاستشارة لطلب الاستشارة الوراثية هو قبل أن تكون حامل. ليش؟ حتى من ينطوها الخيارات الموجودة والاحتمالات، طبعا هيك حالة هي بعد مو حامل، حينطوها احتمالات أنه أكو شيء ديسوردر، هل قد نسبته يطلع وهل قد ماكو شيء، يعني 100% بس هاي الاحتمالات موجودة، حتى هم يكونون أصحاب القرار هل يستمرون بعملية أنه زوجة تكون حامل أو لا. فإذا أحسن وقت هو أنه قبل أن تكون الزوجة حامل، لأنه يقدر الكانسلر المستشار هذا اللي ينطي الاستشارة can help assess your risk factors، من الممكن أن يحدد العوامل الخطرة في موضوع يعني الولادة، شنو الولادة، أنه تكون حامل بطفل عنده تشوه. لكن هذا مو دائما، من الممكن أنه بعد أن تصبح زوجة حامل من الممكن تروح تستشير، ويعني بيها فائدة هاي الاستشارة أنه هي حامل وش راح يصير، بس طبعا الأحسن هي أنه قبل أن تبدأ عندها مرحلة الحمل. التكنيكس يعني هذا الطرق المستخدمة أنه شوفون الكاريوتايب، هذا اللي أمامكم في الجهة اليمنى من السلايد هو الكاريوتايب. كاريوتايب يعني هذه اللي هي الهيئة الكروموسومية، طلعون الكروموسومات يشوفون موجودة صح بيها نقص، أكو متلازمة بيها، تذكرون أخذنا إحنا مثلا داون سيدروم وكلاين فلتر سيدروم وهكذا، لما يكون مثل كروموسومات أكثر من اللازم، هي إحنا نعرف كل كروموسوم لازم كل زوجة واثنين بيه، مرات بيه ثلاثة تصير أحد السيندرومز المتلازمات الوراثية مر علينا، فيفحصون هذا، يعني يأخذون من الطفل
من الجنين اللي وين موجود في رحم الأم، يفحصون الكروموسومات ويشوفون يسوون تيس فور abnormalities أو كروموسومز، يعني اختبار للتشوهات اللي موجودة بالكروموسومات. كذلك موضوع البيدجري لما يراجعون شجرة العائلة، إذا تشوفون هاي شجرة العائلة اللي أمامنا، هو الكتابة اللي بصفة This is a common test used to determine the risk of a child having a genetic disorder that his ancestors were carriers of. يريدون يشوفون طفل اللي راح يولد شقد نسبة، شقد نسبة يعني شقد الخطورة مال حملة يعني يكون حاملا لهذا المرض او هذا الديسوردر. ليش؟ لانه اسلافه كانوا اسسس يعني اسلافه كانوا يحملون لهذا، يحملون الجينات المسببه لهذا المرض. طبعا بما انه الامراض هذه وراثيه احنا بدنا نحكي عنها، فمعناها جينات تحمل هي تكون مسيطره على هذه الصفات غير الطبيعيه او الامراض. فيشوفون ايش قد الاحتمالات، شو راجعون؟ يراجعون شجره العائله. هسه اذا نشوف اللي امامنا، قسم منهم نورمال يعني على بدايه السلايد، زوج وزوجته، هاي حرف ان كابيتال لتر يعني نورمال. اثنين اولادهم، صار عندهم 4 اولاد كلهم نورمال. وحده من البنات تزوجت شخص مو نورمال، هذا الابيض مو نورمال. زين، ونشوف انه اولادهم الاربعه الاخرين اللي جوي كلهم حاملين لهذا المرض. زين، بعدين اذا كان زواج مثلا لشخص هذا اللي يحمل اللي مصاب بالمرض كله ابيض ما بي تضليل، من امراه حامله لهذا المرض، شوفها مظلل نص اخضر نص ابيض يعني حامل المرض. زين، نشوف اولادهم النسب اللي تطلع عندهم يعني الاوف سبرينج الابناء اللي ناتجين، قسم منهم مصابين بالمرض هم الابيض، واثنين منهم حاملين لهذا المرض وهكذا. بعدين الكي موجود جوا اللون، هذا السمبل اللي اللون كامل بي نون افكتد يعني غير متاثر ما بي هذا المرض. بالنص هذا يعني نص اخضر ونص ابيض كارير هو الحامل، وهذا حامل للمرض الشخص اللي ما بي لون. فمن يدرسون هاي البيدجري راح يقدرون يعرفون الاحتمالات، اولا معرفه انه هذا الصفه اللي يسألون عنها سواء كانت صفة غير طبيعية أو مرض، المهم صفة غير مرغوبة وراثية، حيشوفون هل هي dominant أو recessive يعني سائدة أو متنحية، وإذا كانت سائدة إيش قد نسبة احتمال أنه تظهر، وإذا كانت متنحية إيش قد النسبة وهكذا، أو قد ماكو نسبة للظهور وهكذا. شنو هذه الخيارات راح يقولوها، هاي الاحتمالات طبعا راح يقولوها للعائلة وينطوهم الخيارات الموجودة، يعني يبقون الجنين او اذا ولد هيك يكون او يعني ما يبقون الجنين وهكذا. هسه what is genetic counseling؟ اذا من هذه المقدمة يعني هذا الحكي اللي حكيناه، اذا نجي نقول شلون يصير؟ شلون يصير هاي الاستشارات الوراثية؟ الكوميونيكيشن بروسيس، عملية التواصل أو الاتصال بالناس، address individuals concerned relating to development or transmission of disease. هذه الكوميونيكيشن هو المحاولة التوضيح أنه كيف من الممكن أن تنتقل أو تتوارث الصفات غير المرغوبة disorder. هريديتري يعني وراثية disorder وراثية. Hereditary disorder يعني تشوهات وراثية. إذا نجي على الكونسلتنت، أكد عليها الكلمة، هذه هو الشخص اللي يطلب الاستشارة. الشخص اللي يطلب الاستشارة يسمى كونسلتنت. Individual who seeks genetic consults هو الشخص أو الفرد الذي يطلب استشارة وراثية. يعني إن جانا تعريف شنو هو الكونسلتنت، راح تقول إنه individual who seeks genetic consult.
تفرق كتابة عن كونسلتنت، هو المستشار، هو الشخص اللي يستشيره. هذا بالعكس، هذا الشخص اللي هو يطلب استشارة. كذلك strong communicative and supportive element، العناصر مطلوب، عناصر قوية بمعلوماتها وبطريقة اتصالها وطريقة تشجيعها للعوائل اللي تشكو من احتمالات يعني حصول ولادات أو تشوهات ولادية. وبإمكانهم أيضا، هم ذولا اللي قلنا اللي يقدرون يتصلون بالناس ويشجعون الناس، طبعا هم بالسنترز ذولا موجودين، يقدرون يحصلون المعلومات الحقيقية، حتى يوصلون للمعلومات الحقيقية، حتى يقدرون يخلون الناس اللي تستشير في جو انه هو يقدرون يتخذون القرار الصحيح، لان القرار النهائي هو للعائلة. الشخص اللي يطلب الاستشارة هو صاحب القرار، فينطوه كل المعلومات كاملة، كل الاحتمالات وكل الخيارات، وهو اللي يقرر انه شريد. وكذلك يعني المفروض ينطوه هاي المعلومات للشخص اللي يسأل، حتى يتجنبون كل الضغوطات اللي لا داعي لها. يعني أخير ثلاث كلمات، أندو pressure أو stress. أندو يعني لا داعي لها، pressure هو الضغط أو stress هو الشد، حتى يتجنب هذا، يعني يخلوه في جو مو تحت ضغط، هو ما له داعي، ماكو داعي عليه ضغط، هو ده يشعر أنه عندهم مشكال وعندهم احتمال يجيهم ابن، فالمفروض يتخذون قرار صحيح. منو اللي يساعدهم على يخليهم بالأجواء المريحة وبدون ضغط وبدون شد؟ هم ذول الناس اللي هم المستشارين. What information should be provided؟ شنو المعلومات اللي يجب أن تكون مجهزة معروفة حتى يتخذ القرار الصحيح؟ Medical diagnosis and its implications in terms of prognosis and possible treatment. Medical diagnosis هو التشخيص الطبي وتأثيراته يعني الآثار المترتبة على هذا التشخيص، وحتى من يصير تشخيص كامل، من يصير تشخيص كامل شو راح يؤدي هذا؟ طبعا أنا نعرف إذا صارت إيش، ما يكون التشخيص قريب للواقع وكامل، معناه التريتمنت حيكون أسهل، العلاج يكون أسهل، أو احتمالات العلاج أسهل. بعدين المفروض معرفة طريقة توارث هذا الخلل أو هاي الطفرة الوراثية، وشنو خطورتها، الرسك مالتها، من خلال يعني شنو يصير خطورة إذا انتقلت، ترانسميتك تنتقل بين الأجيال، شنو خطوة، هل تتطور، هل هي يعني صبغة طبيعية لكنه ليست يعني مو ليثل، مو مميتة، يعني جزء مثلا صفة غير طبيعية، مثلا أصبع ناقص، هاي صفة من الممكن العائلة تتغاضى عنها، يعني خلي يجي ابن يقول ما يخالف، يجي ابن هيجي، المهم هاي يعني صفة هي غير طبيعية، لا تقتل ولا سبب موت، لكن كل الأشياء الخطيرة هل لما يكون مرض وراثي، جينيتك يعني وراثي، لما يكون هذا المرض يعني شنو احتمالاته، مميت، يوصل حد معين ويموت الشخص المصاب به أو هكذا. ولا تنسون أن دائما نقول كل صفة، كل مرض وراثي هو أصله هو صفة غير طبيعية، لكن مو كل صفة غير طبيعية هي مرض وراثي، يعني العكس لا يجوز. إذا كل مرض وراثي هو صفة غير طبيعية، العكس ما يجوز، مو يعني غير صحيح العكس، يعني مو كل صفة غير طبيعية هي مرض وراثي. مثل ما قلت لكم، يعني واحد طلع، أعيد نفس المثال مع الأصبع ناقص مثلا، هذه صفة غير طبيعية، لكن هي شنو، هي ليست مرض وراثي. لكن أكو مرض وراثي مثل هو الهيموفيليا، هو صفة غير طبيعية. كل الأمراض هي صفات غير طبيعية، لكن مو كل الصفات غير الطبيعية هي أمراض وراثية. زين، هسه عندنا
What information should be provided؟ قلنا هذه سحكيناها. الفقرة الأخيرة به choices or options available for dealing with the risk. لازم معرفة الخيارات، خيارات للمتوفرة حتى من يعني من الممكن التعامل مع الخطورة اللي حصير بهذه الولادة. يعني مو خطورة الولادة وإنما خطورة بالطفل اللي حيولد، شنو احتمالات الصفة الغير طبيعية. خطوات الجينيتيك كونسل، خطوات الاستشارة الوراثية، الدايغنوسيس هو التشخيص، تشخيص شنو العلة يعني، وهذا يعتمد بيزد اون يعتمد على الهيستوري، الهيستوري مع العائلة، الهيستوري الوراثي، التاريخ الوراثي. الاكزامينيشن، الاكزامينيشن يعني الفحص، انه معرفة شنو القصة، شلون صارت هاي الصفة، ليش هاي الصفة، هل هي فعلا تسجيلها، هل المعلومات الكاملة في شجرة العائلة لأسلاف الناس اللي دي يسألون، هل هي معلومات كاملة لو مقطوعة غير كاملة لم تجمع بصورة تامة وهكذا. بعدين معرفة الخطورة، الخطوة الفقرة الثانية ريسك اسسمنت، يعني معرفة عوامل الخطر. بعدين الاتصال كوميونيكيشن، والتواصل مع الناس اللي يطلبون الاستشارة. بعدين discussion of options، انت يجب يعني هذول الكونسلرز، هذول المستشارين يجب ان يشرحون كل الخيارات بدقة ووضوح لمن، للناس اللي تطلب الاستشارة، حتى يفهموهم، حتى يقدرون يتخذون القرار. long term contact and support، انه لازم يكون على اتصال بهم، long term يعني مدى طويل، تشجيع ومساندة لهاي العائلة اللي يتوقعون او يخشون من ولادات بصفات غير طبيعية. شلون نسوي الدايغنوسيس؟ establishing the diagnosis، establishing يعني تأسيس. most crucial step in any genetic counseling، اكو خطوات مهمة بكل استشارة وراثية يجب أن تكون صحيحة. معرفة المعلومات بدقة. زين. If incorrect، إذا كانت هالمعلومات incorrect، غير صحيحة، totally misleading، راح يصير قرارات غير صحيحة. معلومات تؤدي إلى قرارات غير صحيحة، وهذا يؤدي، قد يؤدي إلى tragic consequences. إلى يعني راح يصير حالات تراجيك، يعني تراجيدية، حالات صعبة جدا تترتب عليها. ليش تترتب على يعني نتائج غير، نتائج مؤذية تترتب على المعلومات غير الصحيحة التي أعطيت والتي اتخذ عليها قرار أو كيفية علاجه، وهو كل معناها خطأ. Reaching diagnosis involves three fundamental steps، حتى يوصلون للتشخيص الصحيح كل ثلاث خطوات. أخذ الهيستوري، هاي نأكد عليه، وهذا كله عن طريق شجرة العائلة، والفحص examination، فحص المعلومات وفحص شنو بالضبط وشنو صار. مرات أحيانا أكو نقص يصير بالبدغري، يعني يعني زوج وزوج توجههم خمسة أطفال، يعرفون ثلاثة معلومات عن ثلاثة وما يدرون الاثنين شنو هم مسجلين، أو يعني وايل، فهاي لازم كلها تكون مضبطة. وبعدين undertaking appropriate investigations، واتخاذ القرارات والفحص كذلك. يعني تكمل الموضوع مال السلايد قبل، information about consultant family، معلومات عن الأشخاص اللي طلبوا هاي consultant، يعني هو اللي قلنا اللي يطلب الاستشارة، is obtained by skilled genetics nurse or counselor. لازم ممرضين وراثيين أو مستشارين وراثيين skilled، يعني ذو كفاءة، لازم عندهم كفاءة لمعرفة المعلومات. كذلك pre-clinic telephone or home visit is helpful، دائما
قبل موعد الزيارة للعيادة انه يديمون الاتصال وياهم بين زيارة عيادة يعني الكلينيك، مقصود الزيارة الى العيادة او للمركز الصحي، اي دائما يبقون وياهم على اتصال. هذا يعني نفسيا يفيدهم، حتى من يجون يفحصون قد يسمعون يعني اجوبة صعبة عليهم او ما يعجبهم يسمعوها، لكنه هذا يعني لازم يبقى اتصال حتى يخففون الحالة عليهم. الكلينيك فيزيت يجب ان تكون هناك زيارات الكلينيك يعني سريرية، يعني وين لو اللي يجي المستشفى شو شنو هو المركز، هل هو قسم في مستشفى، هل هو مركز وحده، هل هو مستشفى الامراض الوراثية وحده، وهكذا. appropriate test، appropriate يعني ملائم، لازم يسوون لهم الفحوصات الطبية الصحية الملائمة، الفحص الكروموسومات molecular studies، دراسات molecular جزيئية، referral to specialist يعني يحولهم إلى استشاري، إلى اختصاصيين، أطباء اختصاصيين. قد تكون مشكلة عصبية للنيورولوجي أو للأوفثالمولوجي للاختصاصي العيون. بعدين معرفة البروبلم، هاي مهمة جدا، هاي الفقرة هي راح تكون نهاية المحاضرة. genetic heterogeneity، heterogeneity هو عدم التجانس، عدم التجانس أو الاختلاف. أحيانا أكو اختلاف وراثي يعني ما ممكن، هناك يصير اختلاف وراثي بين الرجل وزوجته، زين هذا ما يعني تصحيحه صعب، زين فيجب أن وجدت هيجي حالة يجب أن يعرفون ذول الناس المستشارين أنه شنو هي هاي الهيتروجينيتي، شنو هي هاي الاختلافات الوراثية ومسببات الهيتروجينيتي، ليش هاي تصير هاي الاختلافات الوراثية، اتيولوجيك هيتروجينيتي، هيتروجينيتي اختلافات ليش تصير، يعني اتيولوجيك هي ما هو سبب حصول هذه الاختلافات، إن عرف السبب فسيمكن دراسة الاحتمالات تصحيح الأخطاء الوراثية الموجودة. هاي نهاية المحاضرة، شوية ريفريشمنت معلوماتكم من المواضيع المهمة، زين وإن شاء الله من نتلاقي إذا كويس صار عليها، ونستمر إن شاء الله بالأسابيع القادمة بمحاضراتنا. يلا شكرا جزيلا وفي أمان الله.